مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. ها هو عين على المشرق يطل عليكم من جديد من على تلة الويبدة ومن قاعة تعتز بأن اسمها يرتبط بقداسة البابا فرانسيس من مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار. نطل عليكم في هذه الأمسية من خلال شاشة نورسات الأردن لنقول لكم بأن هذا المشرق يبدو دوما أزهى عندما تكون العين أردنية بعد توقف بسبب الكورونا. نعود إليكم من جديد بحلة جديدة، نأتي في هذا المساء لنلتقي من الأردن مع الأردن التاريخ وفي مكان يرتبط بتاريخ الأردن المملكة، وهذا المكان يرتبط أيضا بمئويتها. ففي تسعينية الكنيسة التي نجلس بمحاذاتها نحتفي بتسعينها التي تعانق المئوية الأردنية، مئوية الإنجاز، مئوية الحب، مئوية الكرامة. وفي مطلع هذه الدورة من هذا البرنامج الذي يحبكم، كنا نصر على أن تكون المئوية هي عنوان الحلقة الأولى التي فيها نسلط الضوء على إنجاز أردني وضع لمساته صاحب الجلالة عبد الله الثاني وهو يخاطب دولة الأستاذ سمير رفاعي ليعهد إليه برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن. نأتي في هذا المساء لنتحدث عن المواطنة وسيادة القانون، ولأننا نريد أن ننهل من خبرة من استطاع أن يسطر اسمه وحضوره العلمي الأكاديمي القانوني. جئنا إليكم في هذا المساء لنكون مع ضيفنا أستاذ القانون الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، الذي وصلنا في هذا المساء من اجتماع في اللجنة الملكية وهو مقرر لهذه اللجنة. مرحبا بكم، ومعكم نرحب بضيفنا أستاذنا الدكتور والزميل العزيز الدكتور ليث. الله يعطيكم العافية. عافية عمرك، يسعد مساك أبونا. أنت جئتنا من اجتماع. نعم. هذا الاجتماع الذي هو من العديد من الساعات التي تقضونها. نعم. استجابة لمهمة، هذه المهمة وطنية. نطل الآن على أعمال هذه اللجنة. نعم. هذه اللجنة شكلت بإرادة ملكية. لمحة عن هذه اللجنة لمشاهدينا. سعد مساك أبونا الحبيب، ويسعد مساء المشاهدين الكرام. يعني إلي الشرف والفخر أني أكون على نورسات الأردن وأن أكون ضيفا على عين على الشرق بمعية الأب العزيز الغالي أبونا نبيل حداد وهذه المحطة الكريمة لنتحدث اليوم أبونا زي ما أشرت إلى المئوية الدولة الأردنية وإنجازات المئوية الدولة الأردنية. طبعا نحن كأردنيين عرب ومسيحيين نحن جزء من هذه الدولة الأردنية ونحن النسيج الوطني للدولة الأردنية، وكما دائما يقال عن المسيحيين الأردنيين بأننا نحن ملح هذه الأرض، لأن سنة الحياة هي التحديث أبونا الحبيب. توجيهات جلالة الملك كانت من خلال تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الدولة الأردنية بما يتوافق مع المئوية الثانية للدولة الأردنية.
طبعا جرى تشكيل هذه اللجنة برئاسة دولة الرئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، وهذه اللجنة تشكلت من 92 عضو. طبعا هذه اللجنة أو هذا العدد الكبير من الأعضاء له ما يبرره. تبريرات هذا العدد الكبير أن اختصاص عمل اللجنة كبير، وإذا ما قرأنا رسالة جلالة سيدنا إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق نجد أنها تشمل قانون انتخاب جديد، قانون أحزاب سياسية جديد، تعديلات دستورية جديدة، المرأة، الشباب، والإدارة المحلية. وعندما نتكلم عن الإدارة المحلية نتحدث عن البلديات ومجالس المحافظات. فبالتالي منظومة سياسية متكاملة بحاجة إلى تحديث. بدأنا عمل هذه اللجنة من خلال تقسيم 92 عضو فيها إلى 6 لجان مختلفة. طبعاً كان العامل الأساسي في الاختيار هو الرغبة الشخصية، وحقيقة هذا يسجل إلى رئيس الوزراء الأسبق أنه قد راعى الاختيار ومنح المجال للأعضاء بأن يختاروا اللجان قدر المستطاع. طبعاً اثنين، انتقلنا إلى مرحلة اختيار رئيس ومقرر اللجان، وأيضاً رغم توافق جميع الأعضاء على أن يكون الاختيار لرئيس الوزراء نفسه أن يختار الرئيس والمقرر، إلا أن رئيس الوزراء رفض وأصر على ممارسة عملية ديمقراطية داخل اللجنة بأن الأعضاء في كل لجنة ينتخبوا الرئيس والمقرر. وانطلقنا من هذه بعد هذه المرحلة، كل في لجنته، كل في خيمته، لأن نحن بالديوان في هناك حوالي 6 خيم، كل في خيمته، خيمة التعديلات الدستورية، خيمة الأحزاب، خيمة الانتخاب، وخيمة الشباب والمرأة. طبعا يعني العمل كان شاق والعمل كان مضني والمسؤولية كبيرة والتحديات كبيرة. أبونا العزيز، الرأي الأردني أو الرأي العام الأردني والشارع الأردني اعتاد على لجان سابقة، كانت هناك لجان سابقة. ما بنقدر ندعي أنه اليوم العلاقة الشعبية أو الثقة الشعبية باللجان هي في أوجها، لا، هناك نوع من التجارب السابقة التي يدعي المواطن وحتى الإعلام الرسمي والشعبي أن هذه اللجان مخرجاتها سيتم دائما حفظها في على بالأدراج ولن يتم التعاطي معها بجدية. هذا كان أول تحدي. كان دائما الرد على هذه النقطة أبونا العزيز أن جلالة سيدنا أكد في رسالتي أنه هو الضامن لهذه المخرجات، بمعنى أن ما سيرشح عن هذه اللجنة من قوانين من مقترحات جلالة الملك سيوجه الحكومة أن تأخذ بها كما هي وأن تدفعها إلى مجلس النواب باعتباره صاحب الولاية العامة. اليوم نحن سنخرج مقترحات توصيات سترسل إلى مجلس النواب، طبعا مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة، له أن يعدل، له لأن هذا وفق أحكام الدستور. لكن نحن نتأمل من مجلس النواب التكاملية والتشاركية، ونتأمل أن يسير مجلس النواب والأعيان على هدي رسالة جلالة الملك. إذا كانت هناك مقترحات لتجويد هذه المخرجات فلتكن، لكن يجب أن ننطلق دائما التشاركية بين هذه اللجنة ومجلس الأمة من فكرة أن جلالة الملك يريد مرحلة سياسية مختلفة، يريد حكومة برلمانية، يريد دور للشباب، نعم، يريد دور للمرأة وللأحزاب، نعم، السياسية. دكتور ليث، عندما نتحدث عن تحديث المنظومة السياسية لابد أن نستذكر الأوراق النقاشية لجلالة الملك، نعم، وهذا مرجعية من المرجعيات التي تستند إليها اللجنة الكريمة. السؤال، عندما يأتي رأس الدولة ويعطي هذه التوجيهات وهو يعبر في مواقفه عن إرادة سياسية صلبة للتحديث، نعم، والحفاظ على كرامة المواطن الأردني وتأكيد المواطنة، نعم، وتأكيد سيادة القانون، وهو يقول حفظه الله: هدفنا تطوير المنظومة السياسية وصول الحياة البرلمانية، وهو يتحدث هنا عن أن هذا الإنجاز مرتبط بإرث أردني ويتطلع نحو مستقبل. السؤال، في 10 حزيران له معنى 2021 مئوية المملكة، نعم، كيف ترى القيادة، رؤية القيادة الهاشمية، وما هو دورنا؟ يعني أنا بشوف أن جلالة الملك عم بسبقنا، صحيح، ويريد حياة برلمانية ويريد تمثيل برلماني. تعالوا أيها الأردنيون، يشجع. ما هو
الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه الأردني المواطن الأردني، وهو يتحدث عن المواطنة وسيادة القانون في ظل قيادة واعية حكيمة وفطنة وتحرص على كرامة هذا المواطن. يعني أبونا، إذا ما انطلقنا من اسم اللجنة، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكان جلالة الملك حريصا على استخدام مصطلح تحديث وليس إصلاح. لماذا التحديث وليس الإصلاح؟ لأن هناك منظومة سياسية موجودة في الأردن، لكن هذه المنظومة كأي شيء آخر أو كأي منظومة أخرى بحاجة إلى التحديث. عندما نتكلم عن أحزاب سياسية فالأردن لديه أحزاب سياسية، إذا أردنا أن نتكلم عن مجالس نواب فنحن لدينا مجالس نواب، إذا أردنا أن نتكلم عن حزبيين وما أكثرهم عبر التاريخ الأردني، ونحن نعتز كأردنيين مسيحيين مشرقيين بأن هناك قامات حزبية أردنية عربية قومية بجميع الأطياف هي أردنية الأصل والمنبت. الحكومة البرلمانية، أبونا، نحن نعتز في الأردن أننا من أوائل الدول العربية التي طبقنا الحكومة البرلمانية في 56 وحكومة سليمان نابلسي الله يرحمه، كنا نعرف هذه الوقائع الداخلية. حصل تراجع في تلك الفترة، هي فترة الأحكام العرفية وفترة الخمسينات والستينات، فيما بعدها عجزت الحكومات المتعاقبة عن إعادة إحياء هذه الحياة الحزبية السياسية بين صفوف الشباب وبين صفوف الأردنيين. فكان هناك نوع من العقلية الاستثنائية في التعامل مع الأحزاب والحياة السياسية والحريات العامة في الأردن، لكن بالمقارنة مع الدول الأخرى كنا دائما في الطليعة. اليوم جلالة الملك يؤكد على أهمية العودة إلى الجذور والبناء. نحن لا نتكلم عن أمور دخيلة على المجتمع الأردني أو على النظام السياسي والحاكم في الأردن، نحن نتكلم عن إحياء تراث سياسي حزبي موجود في الأردن منذ القدم، منذ تأسيس الإمارة. هنا يعني الأحزاب السياسية التي ناصرت المغفور له الأمير عبد الله الأول في الاستقلال هي أحزاب كثيرة. جلالة الملك سيدي هو أشار في رسالته أنه المطلوب تطوير النظرة السياسية وصولا لحياة برلمانية وحزبية تتناسب وحياة الأردنيين وطموحات الأردنيين يعني هناك خصوصية أردنية، يعني احنا ينبغي ألا ننظر إلى ما يحدث في دول محيطة أو دول أخرى، للأردن خصوصيته. كيف ترى يعني هذا التركيز، تركيز جلالة الملك على قضية يناسب الأردنيين؟ ما الذي يميز هذا الأردن، خاصة إذا بنحكي عن دولة راسخة أنجزت يعني الدولة الأردنية؟ نعم، الدولة الأردنية هي دولة راسخة وثابتة وموجودة وتتغنى حقيقة بالتناغم بين جميع أطياف المجتمع فيها. هناك تنوع وهناك اختلاف، لكن الجميل في الدولة الأردنية أن الاختلاف هو عامل قوة وعامل تماسك وليس عامل لا قدر الله ضعف أو انقسام. أهم ما يميز اللجنة أن هذه اللجنة لم تنبثق من ظروف استثنائية. نحن لا نتكلم عن الحوار الوطني 2011 الذي جاء بعد الربيع العربي، نحن اليوم نتكلم عن ظروف سياسية ثابتة وراسخة ومستقرة في الأردن، لكن جلالة الملك دائما يسعى إلى الأفضل، يسعى إلى تحسين وتجميل علامة عافية السياسي. نعم نعم، هذا بأكد على النظام السياسي الأردني هو نظام مستقر وثابت. ما يجمل هذه اللجنة وما أجمل هذه اللجنة أن تلتقي جميع الفئات، جميع الأطياف، جميع الحزبيين، السياسيين، الشباب، الأكاديميين، النواب، الأحزاب، جميعنا نلتقي من خلفيات مختلفة، من عقليات مختلفة، من اختلافات بيننا كبيرة، لكن نجتمع، نختلف بالرأي، نحاول كل مما أن يفرض رأيه، وهذه حقيقة. نحن نتكلم عن عدد كبير جدا من الأعضاء، مشارب مختلفة، خلفيات مختلفة، الكل يسعى إلى إدارة الدفة إلى مصلحته سواء كانت الحزبية أو السياسية أو العلمية أو الأكاديمية، لكن في النهاية دائما ما يرجع صوت العقل والمنطق. حتى هذه اللحظة وأنا أتكلم بصدق وأتكلم عن التعديلات الدستورية، أجرينا العديد من التعديلات الدستورية، أخطأنا في بعض البدايات، عدنا وراجعنا ما قمنا به من أعمال واستقبلنا ملاحظات من جهات معينة، وبالنهاية كان هناك توافق كبير جدا على هذه التعديلات، ونحن اليوم بصدد تجويد النصوص الدستورية مع الحفاظ على الثوابت. أبونا، نحن لا نمس بالثوابت الدولة الأردنية، لا نمس بالمادة 6 من الدستور التي تنص صراحة على الأردنيين متساوون أمام القانون، وإن اختلفوا في العرق أو الدين أو اللغة. وما أجمل من المشرع الأردني، أنا كأردني عربي مسيحي يعني أشعر بالفخر لما أرى أن دستوري أورد نص صريح يحظر التمييز على أساس الدين في دستوري، وهذا حقيقة أمر راسخ منذ دستور الملك فيصل 1919
مروراً بدستور 1928 إمارة شرق الأردن، نعم، ودستور الاستقلال 46، واليوم دستور الملك طلال 52، والدستور يحرص على أن يحظر التمييز على أساس العرق والدين واللغة. فلا يجوز ولا يقبل على الإطلاق أن يكون هناك تمييز بين الأردنيين على أي من هذه الأسس الثلاثة. دكتور، بدي أعود إلى الرسالة الملكية. اللجنة أعطيت مهمة، نعم، مهمتها قانون جديد الانتخاب، قانون جديد الأحزاب، تعديلات دستورية متعلقة بهذه، توصيات بتطوير التشريعات، توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور للشباب والمرأة في الحياة العامة. أين وصلتم في هذه، يعني في الإنجاز، إذا بدنا معايير قياس، يعني أين وصلتم؟ اسمح لي أبونا أبدأ من النقاط الأخيرة اللي تفضلت، نعم، فيها، تمكين الشباب والمرأة. وبالفعل كانت هناك مخرجات واضحة من لجنة الشباب ولجنة المرأة. أضفنا نصوص دستورية على الدستور الأردني، تحديدا المادة 6، المادة 6/6 خاصة بتمكين المرأة، واعتبرنا أن المرأة هي شريكة الرجل، واعتبرنا أن الدولة تكفل، واستعملنا مصطلح تكفل الدولة وليس تحاول أو تسعى، لا، تكفل، استعملنا كلمة الكفالة، وهذا يؤكد على التزام الدولة، نعم، تكفل الدولة بتمكين المرأة في الحياة السياسية، تكفل الدولة أن تحمي المرأة من أشكال التمييز والعنف الذي قد يقع عليها، العنف الأسري. فبالتالي نحن نؤمن بأن المرأة الأردنية هي أساس المجتمع، وهي لا نتكلم عن الشراكة ولا نتكلم، نعم، عن المناصفة، نتكلم عن مكون أساسي من المجتمع. وبالفعل كان الدستور الأردني ينقصه مادة تؤكد أو تعزز دور المرأة. الشباب أيضا، الشباب هم عماد الوطن وأساس الوطن، وأيضا نعترف بأن دستورنا الأردني كان خجولا في توفير حماية للشباب الأردني، فتمت إضافة فقرة جديدة للمادة 6، هي المادة 6/7، تكلم عن تمكين الشباب، دعم طاقاتهم، إبداعاتهم، ابتكاراتهم، وتسهيل مهمة المشاركة في الحياة السياسية والحزبية. فنحن فيما يتعلق بالشباب والمرأة تم دسترة نصوص دستورية جديدة للشباب وللمرأة. أكاد أقول إنه هذا يمكن شيء فريد من نوعه في دساتير جدا المنطقة، جدا، واستغلينا هذه الفرصة أبونا لكي ندستر المبادئ اللي تفضلت فيها، مبدأ المواطنة، نعم، وسيادة القانون، نعم. كنا دائما نشكو، جلالة سيدنا في أكثر من مناسبة كان يقول أن المواطنة وسيادة القانون هي أساس الحكم، لكن لم يكن لهذه المصطلحات أساس في الدستور أو وجود في الدستور، نعم. فنحن طالما أننا نعمل على تعديل الدستور، أدخلنا مفهوم المواطنة، أدخلنا مفهوم سيادة القانون كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الأردن. القانون الأحزاب، قانون الأحزاب في اللمسات الأخيرة، واليوم احنا كنا بالاجتماع، تم تسليم قانون الأحزاب إلى لجنة التعديلات الدستورية للبحث في دستوريته. قرأنا القانون، وقانون جيد، هناك تعديلات جوهرية كبيرة على قانون الأحزاب، أهمها النص صراحة على عدم جواز التعرض إلى أي أردني بسبب انتماء الحزبي. إذا ما تعرض الدولة لأي أردني بسبب انتماء الحزبي، له الحق أن يقيم دعوة ويطالب التعويض، نقطة الأولى. نقطة الثانية، سمحنا لطلبة الجامعات والمعاهد بأن يمارس العمل الحزبي في جامعاتهم ومعاهدهم، وهذا النص بموجب القانون. النقطة الأخرى، الأحزاب السياسية أبونا في الأردن، وهذه نقطة قانونية، تتبع لوزارة التنمية السياسية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بمعنى الأحزاب تحت الولاية الحكومية، تحت سيطرة الحكومة. فنحن أخرجنا الأحزاب من الولاية الحكومية وأسندناها إلى هيئة مستقلة، إلى هيئة مستقلة للانتخاب، بمعنى، نعم، أن الأحزاب اليوم لن تخضع للحكومة، ستخضع إلى هيئة مستقلة، هي الهيئة المستقلة للانتخاب. فهذا أيضا تعديل إيجابي جديد. الأحزاب ستتبع الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذا تعديل حقيقة جدا متقدم، لأن إذا أردنا أبونا الحبيب أن نشكل حكومة برلمانية، فبالتالي لا يعقل في ظل وجود حزب فائز، نعم، أن يعطى صلاحية الإشراف على باقي الأحزاب، لأنه سوف يضيق على هذه، نعم، الأحزاب. وبالتالي يجب أن تخرج ولاية الأحزاب للحكومة، وبالتالي أسندت إلى الهيئة المستقلة. والفعل حقيقة أكثر ناس رحبوا بالفكرة هم جماعة الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذا يعني خطوة إصلاحية متقدمة جدا حول هذا المجال. قانون الانتخاب هو هذا موضوعنا، هذا موضوع يعني هو الأساس، نعم، صحيح أبونا. خلينا نحكي أنه قانون الأحزاب هو قانون خلافي، قانون يعني تضارب مصالح، نعم، ما بين الحزبي
ما بين السياسي ما بين مختلف الأطياف مختلف الأفكار، يعني الكل يجمع أبونا أن الصوت الواحد في الأردن ترك أثار سلبية. صحيح. فبالتالي لا عودة، وكناك من كان يتهم اللجنة أنها سوف تعود إلى الوراء للصوت الواحد، لا عودة للصوت الواحد. أبقينا عن النظام الموجود اللي هو القوائم على مستوى المحافظات، لكن خصصنا مقاعد معينة للأحزاب. يعني إحنا اليوم كنا نشعر، وخلينا نكون واقعيين أبونا، إنه بيجي الحزب السياسي بيقول لك يا عمي أنا ما بقدر أنافس حزب العشيرة. حزب العشيرة موجود في الأردن، أو العشيرة موجودة في الأردن. فما بدنا نحاول إنه إحنا نجمل الواقع. المرشحين على مستوى العشيرة هم الأغلب، هم الأكثر فرصة أو حظية بالفوز في المقاعد. فبالتالي لكي لا تنافس الأحزاب السياسية مع حزب العشيرة أنا بسميه، قلنا أن هناك مقاعد على مستوى المحافظة وليكن، ونحاول طبعا ما ندعو إلى التمثيل العشائري، لكن فليكن التنافس عشائريا، لكن على مستوى الوطن سيكون التنافس حزبي. إحنا خصصنا مقاعد للأحزاب السياسية، الرقم حقيقة غير نهائي. طب الرقم النهائي لعدد المجموع المقاعد النيابية في حتى مبارح 138، حتى مبارح قاعد بزيد، حتى ما هو الأول لسه ما صار في توافق، حتى مبارح 138 مجلس النواب، 41 مقعد حزبي على مستوى الوطن. بجوز يختلف، بجوز يقل، بجوز يكثر، لسه يعني في كثير اعتبارات، في دراسات، في جهود جبار بتقوم في لجنة الانتخاب. فاليوم أو الانتخابات القادمة ستشهد قائمة على مستوى الوطن وهي قائمة حزبية، وقوائم على مستوى المحافظات. لن يختلف الوضع عن انتخابات 2020. اللي اختلف عام 2022 23 24 امتى راح تصير الانتخابات القادمه، انه هناك قائمه وطنيه حزبيه، وهذه القائمه مقاعد الاحزاب. طبعا اهم يميز قانون الانتخاب ابونا الحبيب، هناك تدرج. يعني احنا راح نحط في قانون الانتخاب انه الانتخابات القادمه 41 مقعد حزبي، الانتخابات التاليه سوف تزداد الحسبه تلقائيا. يعني لن يكون هناك أي نوع من السلطة التقديرية. الانتخابات القادمة 41 مقعد حزبي، الانتخابات بعدها قد تصل إلى 60-70 مقعد، من مجموع المقاعد على حساب المقاعد المحافظات. نعم نعم العشائرية. نعم. فهذا سوف يتم قوننته في نص القانون القادم، حتى ما يجي واحد يقول يا عمي أنتوا بتحكوا عن يجتهد من جديد. النص القانون سوف يصدر ليرتب مجلس النواب القادم 41 مقعد، يرتب مجلس النواب اللي يلي القادم بجوز 60 أو 70 مقعد، ومن ثم بعده. عشان هيك لما حكى دولة الرئيس أنه استأذن جلال سيدنا أنه يعطي 20 سنة للوصول إلى حكومة برلمانية، جلال سيدنا أمره مجلس 10 سنوات. فهي الحسبة اللي كانت على خلال 3 مجالس نيابية قادمة، إن شاء الله سنصل إلى مجالس نيابية وحكومة برلمانية وحكومة حزبية. يعني خلينا نكون أبونا واقعيين. مفهوم الحكومة الحزبية مفهوم جدا واسع، بحاجة إلى سنوات من العمل الحزبي. الدولة الأردنية أو السلطات الأردنية ستضع التشريع، لكن كنا بنعرف أبونا أنه هذا العمل الإصلاح هو عمل جماعي، الدولة، الهيئات، الأفراد طبعاً. والأحزاب طبعاً. فاليوم بعد ما تنتهي اللجنة من عملها، في الكرة ستتحول إلى مرمى الأحزاب السياسية. أبونا الوضع الحزبي والسياسي في الأردن حقيقة بحاجة إلى وقفة. أنا لما يكون دولة أردنية عندي 49 حزب مسجل و11 حزب تحت التسجيل يفوق حاجتي. إذا بدنا نحكي أرقام دكتور، يعني نتوقف هنا، 49 حزب، كم عدد المنتسبين لهذه الأحزاب؟ يعني كيف ترون أنه هي الكرة في مرمى الأحزاب والحزبيين؟ يعني إذا 41 مقعد من 138 للأحزاب، نعم، يعني نسبة عالية لله. السؤال، هل هذا يعني الذي ينتسب إلى حزب له فرصة أكبر من بإمكانه ينافس على مستوى القائمة الوطنية؟ اليوم راح يكون في عتبة أبونا، احنا بنستخدم مفهوم العتبة، يعني نعم. الحزب يجب أنه يصل لعدد معين من الأصوات حتى يفوز في المقاعد. نعم. احنا بنحاول نشجع الأحزاب السياسية أنها تئتلف، تتوحد مع بعضها البعض، لأنه 49 حزب يفوق حاجة الساحة السياسية الأردنية. الازدحام يعيق الحركة. الله يرحم جلالة سيدنا الملك حسين. نعم. نعم. وجلالة سيدنا رؤيته اليوم بيقول لك بدي 3-4 أحزاب سياسية بكفي. صحيح. عندنا حزب الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، هو حزب ينظم، يحترم، وطني، له فرصة وله حصة ونصيب. نعم. اليوم الأحزاب السياسية الأخرى إذا أن أرادت أن تتشارك مع هذا الحزب أو مع
أن يعني يكون لها دور في مقابل. لا يمكن أن تبقى وحيدة، يجب أن تأتلف، أن تشتمل، خاصة أن الأهداف واحدة، البرامج واحدة، لكن القيادات مختلفة. فأنا اليوم ندعو الأحزاب السياسية وتحديدا قادة الأحزاب السياسية أنه يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الفردية. دعوة للأحزاب السياسية اليوم تتوحد، تأتلف، أو بلاش نحكي، يعني ما بدنا نجبرها تتوحد، تشوف وين المصلحة العامة. في ظل القانون القادم لن يكون لها فرصة. حزب ينزل على مستوى وطن بيجيب 1000 2000 3000 5000 راح يطلع من المنافسة، لأنه راح يكون في عندي عتبة. لكن إذا ائتلف مع أحزاب أخرى مع مناصرين آخرين راح ترتفع نسبة مشاركته ونسبة الأصوات، وراح يأخذ مقاعد في مجلس النواب. يعني مثل هذا، مثل هذا العمل الوطني اللي أراده جلالة الملك واللي تعملون أنتم على تنفيذه، هناك عشائرية في الأردن. نعم. ونحن جميعا أبناء عشائر ونعتز بهذه العشائر وبدورها، وهناك أحزاب، والأحزاب هي 49 كما تفضلتم. ألا ترون أنه في الوقت الذي يعني تتراجع فيه سيطرة العشيرة أو السيطرة داخل العشيرة، تترسخ في بعض الأحزاب، في بعض الأحزاب أن هناك سلطة يعني متركزة في رئيس الحزب أو في مجموعة قليلة من الحزب. يعني أبونا نتمنى يعني المجتمع الأردني، أنا بثق أن يعني عشائرية العشائرية داخل الحزب يمكن أكثر من العشائرية الخارجية. نعم. لكن أنا أقول دائما أنا بثق بالشعب الأردني والمجتمع الأردني والشباب الأردني. نحن اليوم نتكلم عن مجتمع فتي، 70% من الأردنيين شباب. نعم. الشباب. فبالتالي وهؤلاء الشباب بتحمس للتغيير وبده التغيير، وأعتقد أنه في عنده نوع من عدم القبول والرضا للعديد من الممارسات. فقط ينقصه الدعم الحكومي، الإرادة الرسمية، وجود التشريع، وجود القانون، وتغيير العقلية. إحنا بنعمل أو إحنا حقيقة نأمل من الشباب، التغيير يأتي دائما من الشباب، وهذا دائما بقول جلال سيدنا إنه أنتم كشباب اضغطوا. إحنا من يوم نوجه الشباب، أنا لما أجي الشباب يجي يقول لي عمي أنا ما بقدر أمارس العمل الحزبي في الجامعات، كنا بنعرف أبونا إنه الجامعات هي منبت الأحزاب والحركة الطلابية والحركة. اليوم أنا باجي بقول الجامعات ملزمة إنها تسمح للطلاب يمارسوا العمل الحزبي ضمن أصول. طبعا أبونا أنا ما بشجع الحياة الحزبية على الحق في التعليم، لأنه أنا الحق في التعليم هو حق دستوري. نعم. والحق في تأليف الأحزاب السياسية أيضا حق دستوري. الذكاء اليوم هو التوفيق، كيف التوفيق بين هذه الحقوق الدستورية، أن تتكامل لا أن تتنازع، أن يتكامل الحق في تأسيس الحزب مع الحق في التعليم داخل الجامعات والمعاهد التعليمية، بحاجة إلى نصوص قانونية، بحاجة إلى عمل تشريعي لكي يسمح للطالب بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات شريطته أن لا يمس جوهر أو عملية التعليم الجامعي. دكتور ليث، أنت يعني حصلت على الدكتوراه في مانشستر، وكانت رسالتك تتحدث عن الشأن الاقتصادي فيما يخص أعضاء البرلمان ومقارنة مقاربة مع المصالح. نعم. نعم. يعني أنت فقيه دستوري، وفي الفقه الدستوري أين ترى موقع الكوتا؟ هل الكوتا وخاصة يعني على الحالة الأردنية، هل هي يعني هل هي دستورية في فقه الدستور؟ هل هي يعني حق؟ هل هي كيف يراها الفقيه الدستوري في الحالة الأردنية؟ أراها أبونا تدبير احترازي مؤقت، وهنا أستند إلى اتفاقية سيداو اللي هي اتفاقية دولية الأردن موقع عليها. اتفاقية سيداو تلزم الدول الأعضاء بأن تتخذ تدابير تشريعية مؤقتة لكي تعزز من دور مشاركة المرأة في الحياة السياسية. اليوم المجتمع الأردني إذا تركت المرأة الأردنية لوحدها لتنافس الرجل ستفوز وسيكون لها تمثيل، لكن ليس التمثيل الذي يتناسب مع نسبة ومكانة المرأة الأردنية. فنحن اليوم نتكلم عن مقاعد مخصصة للمرأة الأردنية، للكوتا الأردنية، كتمييز إيجابي، البوزيتيف ديسكريمينيشن، تمييز إيجابي لها لكنه مؤقت. يعني أنا باللحظة اللي بدي أشعر فيها أن الأردنية، السيدة الأردنية أصبح لديها فرصة أن تنافس الرجل، سوف أكون من أوائل المعارضين والمدافعين لصالح إلغاء الكوتا
النسائية. إحنا اليوم في قانون الانتخاب الجديد أبونا العزيز ألزم الأحزاب السياسية على مستوى قائمة الوطن أن يكون ترتيب الثالث في القائمة الوطنية سيدة، رجل الأول، الثاني رجل، الثالث سيدة. قد يكون الأول والثاني والثالث سيدة، ما في أي مشكلة، لكن التمثيل المرأة في القائمة الوطنية يجب أن لا يتجاوز رقم 3، وهذا سوف يعزز من دور المرأة. إذا هذه المرأة، إذا هذه المحاولة وهذه الخطوة نجحت في البرلمان القادم والذي يليه سوف ننتهي من الكوتا. فعشان هيك أنا بحكي الكوتا تدبير احترازي مؤقت، تمييز إيجابي بحاجة له الفترة الحالية، لكن عندما أرى أن يعني مثلا أبونا إذا تسمح لي أعطي مثال، مجلس النواب 16، نعم، فرز 15 سيدة بالكودة وخمس سيدات فزنا بالتنافس، نعم، حقيقة هذا كان إنجاز. نعم، نظرنا للانتخابات 2020 نظرة تفاؤل إنه هذه الخمس مقاعد سوف تزيد، وأنا حكينا إنه إذا زادوا عن خمسة تنتهي الكوتا، لكن للأسف تراجعت. نعم صحيح. لم تفز ولا سيدة أردنية عام 2020، فبالتالي يعني كل من نفكر بإلغاء الكوتا نصطدم بواقع بيجعلنا لا نفكر شوي ونتروى لحين ما نرى المرأة الأردنية ممثلة تنافسيا مع الرجل في مجلس النواب. قضية التنوع ألا تحميها يعني امتيازات الكوتا في التنوع الأردني؟ يعني لو شئت أن يكون البرلمان بدون كوتا يمكن ما راح يكون بهذا التنوع داخل قبة العبدلي، يعني ما بيكون فيه المرأة، ما بيكون فيه المسيحي، ما بيكون فيه الشيشاني، ما بيكون فيه البدوي. يعني وجود الكوتا يضيف إلى ثراء التجربة الأردنية وتحديدا الديمقراطية النيابية التي هي الديمقراطية التمثيلية. أبونا مادة واحد من الدستور بتقول لك نظام الحكم نيابي. نعم. ما المقصود بالنظام النيابي؟ النظام التمثيلي، والمقصود بالتمثيل أن يكون النائب يمثل جميع أطياف المجتمع من رجل ذكوره، من نسائه، من قلته. نائب وطن. نائب الوطن موجود. نعم. لكنه بنفس الوقت حتى النائب الوطن يجب أن يمثل الأمة ككل. طبعاً. بكافة أطيافها، بكافة أنواعها، من المرأة، من الرجل، من المسيحيين، من الشركس، من الشيشان، من جميع هذه الأطياف من حقهم أن يكون لهم ممثلين في مجلس النواب. هذا بقودنا إلى يعني إلى الحالة الأردنية وما نرى من حراك مسيحي، ونحن عندما نتحدث عن المشاركة المسيحية في الحياة السياسية نتحدث عن مشاركة مهمة وفاعلة ومؤثرة، ومنذ نشأة المملكة في مئويتها كان هذا الحضور المسيحي كان واضحا ويعني أعطى ألق للمجتمع المسيحي، ومجتمعنا المسيحي ما كان ولن يكون منغلقا. نعم. وسط الحديث يعني هنا عن الأكثرية والأقلية، أنا أرى أنه تتلاشى في الحالة الأردنية فكرة انعزال الأقلوي مقابل أنه تذوب فكرة الانتفاخ الأكثري. صحيح. وبالتالي يشكل النموذج الأردني نموذجا طيبا، أنا أقول أنه علينا أن نحافظ عليه نحن ونعززه، لأنه المنطقة بحاجة إلى مثل المنطقة. نعم. المشاركة المسيحية في هذه في الحياة السياسية والحزبية لو تلقي بعض الضوء عليها دكتور. يعني أبونا الأردني المسيحي هو أردني ويطبق عليه جميع مبادئ المواطنة وسيادة القانون وكل هذه الأمور، ونحن لا نختلف ولا يمكن أن نختلف لأننا نحن أردنيين والجنسية كرابطة قانونية تجمع بين الجميع. دائما لا أتفق مع كلمة أقلية، وإنما أسميها قلة وليست أقلية. إذا ما أردنا الحديث عن المسيحي قد نقول أن نحن قلة لكننا لسنا أقلية، والاختلاف كبير. قليل عددنا ولكن لسنا أقلية. الأقلية تشعر أنك أنت قليل بالحقوق، قليل بالسلطات، لا، نحن بالعكس، المسيحي اليوم يتمتع بكافة حقوقه. لا بالعكس، هلا بجوز نلقي الضوء على مجموعة من النصوص الدستورية اللي بتعزز الحقوق. نعم. والحقيقة اللي أفرحني أنا من خلال عمل اللجنة إنه
الأرقام الرسمية فيما يتعلق بالوجود المسيحي في الأردن في ازدياد، بمعنى أن هناك رصد لهجرة عكسية مسيحية إلى الأردن، وهذا حقيقة إشي مفرح، إشي بيخلي يعني يثلج الصدر أن لا مشكلة فيه. يعني بفترة من فترات كان في هناك هجرة من الأردن للمسيحيين، العائلات المسيحية. لا، إحنا اليوم نتكلم عن عائلات عم تعود إلى الأردن، وهذا من خلال أرقام الإحصاءات الرسمية من دوائر المعنية في الأردن. الدستور الأردني أكد على أن لا تمييز على أساس الدين. النقطة الأخرى أن حرية قيام الشعائر الدينية، المادة 14 من الدستور سمحت لي أن أقيم كافة أنواع الشعائر الدينية، نعم، وأن أحافظ على النظام العام والأداب، وهذا أكيد أمر ما بيقلل من أهمية أو الاعتراف الديني. مادة أخرى في الدستور الأردني، المادة 19، تعطي الحق للجماعات الدينية أن تنشئ مدارس، وإحنا بنعرف أنه في مدارس دينية أردنية مسيحية وطنية، نعم، قائمة على أساس ديني، وطبعا هي مفتوحة لجميع أبناء الأردنيين بجميع النقطة الأساسية أبونا اللي حاب أشيرها أنا موضوع مقاعد المسيحيين. عندما خصصت مقاعد مسيحيين في الدولة الأردنية كان بسبب كثر عدد المسيحيين في الأردن، خافوا من أن يكون عدد المسيحيين في البرلمان النواب كبير، فكان هناك تحديد لعدد المقاعد لفئة معينة. يعني كيف انتقلنا أبونا من أن مقاعد المسيحيين كانت بسبب كثرتهم الآن والخشية من تواجد زائد في المجلس النواب، إلى اليوم المقاعد هو لغاية التمثيل، لأنه للأسف نحن نتكلم عن عدد قليل جدا. بالتالي يعني نطلع على فلسفة الكوتا أو فلسفة المقاعد النيابية للمسيحيين، وحتى الشركس والشيشان، كان تحديد عددهم بمقاعد معينة خشية من أن يكون المجلس لهم أعداد كبيرة يفوق الأشخاص الآخرين. من هنا جاءت فكرة الكوت المقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان. للأسف مع الوقت مع التغيرات أصبحت المقاعد دلالة قلة العدد، بينما المقاعد كانت تبدأ دلالة على كثرة العدد. هناك قانون الطوائف المسيحية، وهذا حقيقة إنجاز كثير كبير في الدولة الأردنية، كان يسمى أبونا وأكيد أنت أدرى قانون الطوائف الغير مسلمة، قانون 1938، حتى ما كان يعترف في الطوائف المسيحية، كان يسميها الطوائف الغير مسلمة. لا، اليوم تغير اسم القانون، أصبح اسمه قانون الطوائف المسيحية. نحن نتكلم عن 11 طائفة مسيحية معترف بها في القانون. تعال نحكي لقانون العقوبات، في هناك جرائم واضحة في قانون العقوبات، جرائم التي تمس الدين، إهانة الشعور الديني، الاعتداء على المصلين، منحهم من إقامة الشعائر، كل هذه الأمور معاقب عليها. قانون الجمعيات الأردني أيضا يسمح للرهبنة والرهبات بتأسيس جمعيات لهم. قانون المطبوعات والنشر يمنع. يعني بجوز أنا بعرف الفكرة هلا بتتوارد لأذهان المشاهدين لما يسمعونا، بيقولوا طب يا عمي والقصص اللي بنسمع فيها والحالات الفردية اللي عم نشوف، نعم موجودة لا ننكر هناك حالات معينة في المجتمع الأردني، لكن هذه الأحداث لها عقوبات منصوص عليها بالقانون. هي جرائم، هي جرائم. والقانون الأردني قد غطى. صحيح. قد نكون أمام مشكلة بحاجة إلى تفعيل هذه النصوص القانونية، قد ندعو أن الجهات الرسمية والجهات الأمنية أن يكون هناك تفعيل وتطبيق حازم لهذه النصوص القانونية. صحيح. كل شخص يحاول أن يمس بهذه الثوابت أو يرتكب أي من هذه الجرائم أن تكون هناك ملاحقة. فإن كانت هناك أحداث وقائع شهدناها في الأيام في الأسابيع في الأشهر الماضية فيما يتعلق باحتفالاتنا الدينية، صحيح، نعم، على وسائل التواصل الاجتماعي هي موجودة، نعم صحيح، ولا يمكن أن ننكرها، وهي مزعجة حقيقة ولا تتنافى مع العادات والطبائع الأردني، لأن الأردني إنسان أصيل ويحترم وتجرح، نعم، وتجرح يعني الروح الأردنية، نعم، والتلامذة. لكن أبونا باسم الجميع نقول يا ريت أن يكون في هناك تفعيل أكثر لهذه النصوص الإجراء الجزائية، وأن نرى هؤلاء الأشخاص قد حركت في مواجهتهم الدعوة الحق العام، وأن ينالوا الجزاء والعقاب الرادع لهم. سيدي، وإحنا نتحدث عن المواطنة وسيادة القانون، الحديث عن المواطنة يفترض 6-1 في 6 المادة السادسة من الدستور الأردني على المساواة بين الجميع، ولكن يعني في منظومة العمل والحياة السياسية، في حرص على النقطة اللي أكدناها، حرص على التنوع، غياب الحضور المسيحي في الحياة السياسية، هذا خسارة للأردن. الحديث عن أنه الآن عدد المسيحيين قليل
وينبغي أنه يتناسب العدد أو يتراجع، ربما قد يمس ببعض الثوابت بإرثنا الأردني اللي عم نفتح. يعني أنا لا أستطيع مثلا أن أتخيل أنه ممكن، لا أعلم إذا كان هذا الحكي صحيح، لا أستطيع أن أتخيل أنه مثلا السلط ما يكون فيها مقعد مسيحي، وهي يعني حاضرة العلم وحاضرة الإنجاز وحاضرة الوئام المسيحي الإسلامي. بقدرش أتخيل الكرك مثلا بدون مقعد مسيحي مثلا، بقدرش أتخيل الزرقة ما يكونش فيها مسيحي، لأن المسيحيين يعني اشتغلوا وكانوا جندا من جندنا في 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 معسكرات وفي وحدات الجيش العربي. هناك أرى بأنه العدد أهميته تقل أمام أهمية التنوع. شو صار بالمقاعد المسيحية دكتور؟ والله يا أبو العزيز، نعم يعني في هناك نقاش وفي هناك كلام حول المقاعد. خلينا نحكي بداية أنه مقاعد مجلس النواب سوف يتم تخفيض عددها. نحن اليوم نتكلم عن 130 مقعد في مجلس النواب، سوف يضاف إلها 41 مقعد على مستوى الوطن الأحزاب، وسيبقى ستحول رقم 138. يعني شوف قديش عدد المقاعد اللي إحنا راح نقللها من المحافظات لكي نستوعب القائمة الوطنية. نعم. فهناك تخفيض محترم لمقاعد المحافظات. فسوف تخفيض، أنت بتقول محترم. محترم يعني نصف كعدد يعني. عدد لا بأس به. فطبعاً هذا كان دائماً يتكلم فيها دولة الرئيس، إنه التخفيض شمل مقاعد مختلفة، معان، طفيلة، العقبة، حتى أبناء البدو، عمان، جميع المحافظات نالها نصيبها من تخفيض المقاعد. المسيحيين، مقاعد المسيحيين كان النقاش حولها لتأكيد الفكرة اللي حكيناها أبونا، أنه إحنا جزء لا يجزأ من هذا المجتمع طبعاً، واللي صحيح. بيصير على يعني نحن لسنا مستثنين، لا نريد معاملة استثنائية، لأن نحن طبعاً ضمن صحيح. الكل صحيح. فنعم هناك مقترحات، وأنا لا أكاد أجزم، هناك مقترحات تتكلم عن تخفيض عدد المقاعد المسيحية في مجلس النواب. نحن نتكلم عن 9 مقاعد، 2 بالسلط و2 في الكرك. مرشح واحدة أي لسه لم تنتهي، هذه الأمور ما زالت قيد الدراسة، أن تصبح البلقة مقعد مسيحي واحد، أن تصبح الكرك مقعد مسيحي واحد، أن يضاف مقعد مسيحي إلى عمان، لأنه الأرقام بتشير أنه وجود المسيحيين في عمان حوالي 50-60 ألف، بحاجة إلى مقعد ثاني. فبالتالي إحدى السيناريوهات أنه ينزل العدد من 9 مقاعد إلى 8 للمسيحيين، مع التأكيد على حق المسيحي أنه ينزل بالقائمة الوطنية وينتمي للأحزاب ويكون في هناك فرصة له أنه ينافس على القائمة الوطنية. بعرف أنه بجوز بعض الأشخاص، بعض المستمعين والمشاهدين، يعني يكون في نوع من عدم الارتياح، عدم الارتياح لهذه النقطة. هذه هي المبررات، ما في إشي نهائي، كل هاي ما زالت نقاشات. يعني إحنا نحكي عن مقعد واحد، قد تكون الحلول انه يتم الابقاء على هذا المقعد، لأننا بنحكي عن تخفيض كبير. نعم. احنا 9 اليوم، نحكي عن 8 هذول اكيد 8 مقاعد. هل راح يكون اعاده النظر والابقاء على 9؟ هل سوف يكتفى بال8؟ الامور لا بتحسن بعد، لكن نعم هناك مراجعه لعدد المقاعد في مجلس النواب المسيحيين والمسلمين. بجوز الشركس والشيشان، لانهم عدد 2، نحكي عن 2 شركس و1 شيشان. نعم. هذول المقاعد القليله جدا، يعني ما كان هن محل المراجعة. لكن كما جرى تخفيض عدد المقاعد في جميع الدوائر من ضمنها البدو، اليوم راح يكون في إعادة النظر للمقاعد المسيحيين، لكن حتى هاي اللحظة ما في شيء ثابت ومؤكد 100%. دكتور، سؤال، من يمثل المسيحيين؟ القانون أبونا، القانون والدستور هو من يمثل المسيح. أنا لست بحاجة، أنا قد أكون بحاجة إلى شخص تكلم باسمي، نعم، يرسل رسالتي، لكن أنا القانون ضامن حقي، الدستور يكفل إلي المساواة ويحميني. وجودي أنا، وجودي هو أساس بالدولة الأردنية، تحميه القوانين والدستور اللي هي دولة قانون ودولة مؤسسات اليوم نتكلم. نعم. فأنا أتمسك بالقانون، أتمسك بنصوص الدستور، وأحيا حياة سليمة، حياة قائمة على أساس الود والاحترام والتسامح وقبول الآخر مع الجميع. الاختلاف الديني موجود، ليس فقط في الأردن، في الدول الأخرى الاختلاف ليس فقط الدين، هناك الاختلاف العرقي، الاختلاف الاجتماعي، الثقافي، العلمي، الأكاديمي. ما أجمل ثقافة قبول الآخر، ما أجمل ثقافة الحوار مع الآخر.
الدين عامل يجب أن يكون قاسم ليجمع الأردنيين لا أن يفرق الأردنيين، لأن الدين هي مسألة ما بين الإنسان الفرد وخالقه وربه. الإنسان أبونا، ونحن نتكلم دائما عن الإنسان والفرد، والقانون الدولي لا يخاطب الشخص بجنسيته، يخاطب الشخص بآدميته الفرد، يا أيها الفرد، يا أيها الإنسان، يا أيها البشر. نحن في الأردن يجب أن تكون أساس العلاقة بين أفراد الشعب هي المواطنة، احتياط القانون واحترام وقبول الآخر. أما موضوع الحقوق والالتزامات فهي واحدة، أنا مواطن أردني مسيحي لي حقوقي وعلي واجباتي، أنا أدفع الضرائب، أدفع الرسوم، أدفع كل هاي الملتزمات الدولة، بنفس الوقت أطالب بحقوقي في مواجهة الدولة. والعملية نسبية أبونا، ما بقدر أدعي أنه التمتع بالحقوق هو تمتع مطلق، هي عملية نسبية. هناك تحديات، هناك سلطة عليا، هناك نظام عام، آداب عامة، أمن قومي. يعني أنا لما يكون في عندي كورونا وأمر دفاع وقانون دفاع عم بقيد من حريتي، قانون الدفاع ما عم بيميز ما بين الأردن والمسيحي. أغلقت الكنائس وأغلقت الجوامع، صحيح، بجوز العيد الميلاد والفصح المجيد قضينا بالبيوت، والأضحى والفطر، بالتالي القواسم المشتركة، تحديات الوطن، المصلحة العليا تسود على الجميع، وهي الاختلافات يفترض أنها تكون في قاموس الأردن. رسالة الدكتور ليث الأردني المسيحي الكركي المشرقي العروبي، رسالتك للنائب المسيحي. النائب المسيحي في مجلس النواب، على النائب المسيحي أن يكون مرسال، يعني إذا كان في هناك تحديات، إذا كان في هناك أمور يمكن أن تكون بالأفضل للمسيحيين، يجب على النائب المسيحي أن يكون مرسال ومرسال حقيقي للمسيحيين في الأردن. إحنا جزء من هذا المجتمع أبونا، ونحن أساس هذا المجتمع، ونحن وهذا كله كلام جميل، لكن نحن بحاجة إلى التطبيق العملي. إذا كان هناك نصوص قانونية، وأنا بأكد إذا كان في هناك حالات وثغرات في القانون فهي موجودة وبحاجة إلى مراجعتها. النائب المسيحي هو يمثلني ويقوم بإبراز هذه المشاكل اللي بيواجهها المسيحي، سواء كانت على الصعيد الأسري، صعيد الاجتماعي، الاقتصادي، في الأسرة، في الجامعة، في كذا. نسمع أبونا مشاكل، نسمع عن طلاب إن بالجامعة الأردنية مسيحيين عم يتعرضوا إلى نوع من عدم التعاون، ما بدنا نحكيها إلا نوع عدم التعاون من بعض، وهي حالات نادرة، لكن دور النائب الأردني اليوم أن يكون ممثل لهذه الفئة، أن يعلي من صوتنا، لأنه النظام النيابي أبونا قائم على أساس أنا أنتخب مرة كل 4 سنوات ولا أشارك بالحياة السياسية. يعني لا توجد هناك للأردني أي حق سياسي باستثناء الانتخاب، يعني ما لي حق أني أقدم عرائض، أني أقترح مشاريع قوانين، أطالب بإسقاط نائب، أطالب بحل مجلس النواب، هذه بتتم حركات في الشارع، لكن نعم، ليست حركات دستورية، هي حركات شعبية. نعم. فالنائب الأردني اليوم يفترض به أن يكون ممثلاً للوجود الأردني وللمكون الأردني في الأردن، ويعني الوجود الأردني بخير في الدولة الأردنية، وإحنا بخير، وبكفي نحكي أن جلالة سيدنا جلالة الملك هو الوصي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وإن شاء الله يا رب نتأمل المرحلة القادمة. أنا متفائل حقيقة، متفائل بعمل اللجنة، متفائل، بس برجع بحكي أنه هناك مسؤولية على الجهات الأخرى، ما نستنى الإصلاح أو التحديث يأتي من لجنة سمير الرفاعي. سمير الرفاعي ولجنته سوف يضع القوانين، سوف يضع الأسس، على باقي الأطراف أن يتعاون مع هذه اللجنة وتسعى، وإن شاء الله يا رب الخير دائما ومستقبل الأردن. أين ترون موقع وموقف الكنيسة المحلية الأردنية، وأقول الأردنية، من هذا الحراك الحيوي المطلوب واللي يعني عززوا جلالة الملك بهذه المبادرة؟ يعني أبونا احنا اليوم نتكلم عن نفتح دستور، بنعدل الدستور، وبصراحة مش كل يوم بنعدل الدستور. نعم. وآخر مرة تعدل الدستور 2016، واليوم في مناسبة، والله يعلم إمتى السنوات القادمة رح تعدل الدستور. يعني أنا بزال بتأمل وبنادي، يعني ما زال الوقت متاح، إذا كان هناك أي مطالبات، أي نوع من الشعور برغبة من الوجود الكنيسي، من المسيح الكنيسة المسيحية الأردنية الواحدة الجامعة، أن يكون في هناك أي رغبات لديها فيما يتعلق بحقوق المسيحيين، ميراث المسيحيين، أحوال الشخصية للمسيحيين، القوانين المسيحية، لأنه أبونا بنعرف أنه
نتكلم عن قوانين مسيحية أردنية بحاجة إلى إعادة النظر فيها، قوانين قديمة، قوانين مش موجودة، في هناك اختلاف حقيقة، وهذا واقع صحي، واقع موجود ما بيصير ننكرها. هناك احترام كبير جدا جدا أبونا من اللجنة، من رئيس اللجنة وحتى من القيادات العليا في الدولة، وأكيد أبونا أنت حضرتك بتعرف أنه دائما الأبواب الرسمية الأردنية مفتوحة للرجال الدين والكنائس. فأنا بدعو من خلال أبونا ومن خلال المحطة ومن خلال إذا في هناك حاجة عند رجال الدين الكنيسة الأردنية المسيحية الواحدة فيما يتعلق بتعديل القوانين والدستور والتعديلات، اليوم هو الوقت، الوقت اليوم هو الوقت المناسب يرتفع هذا الصوت، ينحكى فيه بطريقة معينة، وأنا أكاد أجزم أن كل الأذان ستكون صاغية لرجال الدين لأنهم محل احترام وتقدير مش بس منا إحنا كأردنيين، من جميع أطياف ومكونات الدولة الأردنية. دكتور ليث، هذا الكلام الطيب أشكرك عليه، ونقول ونحن نختتم هذه الحلقة باستضافة الفقيه الدستوري كما قلنا، أن صوت الكنيسة يمثله هؤلاء الأردنيون الذين ظلوا دائما يعني الأقرب إلى تراب هذا الوطن، ظلوا مخلصين، ظلوا أوفياء، يعني ما بين الوفاء للتاريخ والولاء للقيادة ولهذا التراب، أيضا نحن نجسد طاعة للسماء. أعطي ما لقيصر لقيصر، فنحن سنعطي لهذا الوطن ما يستحقه، وكل ما أعطيت للوطن لن يكون ذلك طبعا على حساب ما نعطيه لله. صحيح. بالعكس، يعني مطلوب منا أن نجدد هذا الولاء، ومن خلال هذه العلاقة الفطينة لما هو للوطن وما هو لله لا نرى تعارضا، بالعكس المسيحيون أثبتوا دوما أنهم يدركون أهمية هذه العلاقة. دكتور ليث، شكرا لك. عفوا. أحبائي الأخوات والإخوة متابعي نورسات الأردن، هذا النورسات، هذا النورسات الذي يخرج بصوت أردني وبنفس أردني ويلامس كل قلوب الأردنيين مسيحيين ومسلمين. نورسات مش لكوتا، نورسات الأردن هي لكل الأردن ولكل الأردنيين. من على شاشتها نحن استضفنا أخاً وزميلا وصديقا وعضوا من أبناء كنيستنا الأردنية المليحة الطيبة، استضفنا في هذا المساء وأتحفتنا بخبرتكم، ونتمنى باسم كل المحبين، نتمنى لهذه اللجنة، أرجو أن تنقلوا لدولة أبو زيد سمير باشا الرفاعي محبتنا، وأن هؤلاء المسيحيين سيبقون دوما مع الوطن وللوطن. شكرا مجددا، وشكرا لنورسات، وإلى لقاء في حلقة قادمة الأسبوع القادم في 8 من مساء الأربعاء. تصبحون على خير. آمين.